اهلا وسهلا بيكم، حلقه جديده من مطبخ. ان شاء الله تكون حلقه حلوه، وان شاء الله النهارده هنتكلم عن انواع الاواني. انا عارفه ان انا وعدتكم من زمان ان انا اعيدها تاني، بس ان شاء الله النهارده هنتكلم في الموضوع ده. هنتكلم عن انواع الاواني كلها، وايه احسن حاجه نشتريها، وايه احسن حاجه نستعملها. اول وصفه هعملها بتنجان بالتقليه، حلوة قوي في رمضان وعلى الفطار، بس ما انصحش ابدا على السحور الواحد ياكلها لان هي بتتعطل شويه. بس هو طريقه البتنجان، طبعا كل واحده فينا بتعمل بتنجان بالتقليه بطريقه، بس دي بتبقى حلوه قوي وبيبقى شكلها حلو على السفره وطعمها حلو جدا. مقاديرها بسيطه، هستعمل حبتين بتنجان متوسطين الحجم متقطعين لشرايح وبقليهم، يعني بتنجانيتين متقطعين ترانشات، بقشرهم بالطول يعني واحده او واحده، لا مش متقشر كله، بقشره بالطول واحده واحده. حبتين طماطم متقطعين مكعبات صغيره، راس توم صغيره، حبايه فلفل اخضر حلو اللي هو فلفل بارد يعني متقطعه شرايح، وبقليها برده يعني بعمل الفلفلايه الرومي ترانشات وبقليها. زي هنا يا محمد اهي، يبقى الفلفلايه الرومي بقطعها ترانشات دوائر كده وبقليها في الزيت زي البتنجان. اوكي، معلقتين بقدونس، معلقتين كزبره خضراء، ثلاث معالق كبيره خل، خل ابيض عادي، معلقه صغيره كمون مطحون، ملح وفلفل اسود وشطه حسب الرغبه. يبقى من تاني هنقول احنا هنعمل ايه. هنستعمل بتنجان، حبتين بتنجان كبار او مش كبار قوي عشان ما بقاش فيها بذر كتير، يعني وسط متقطعين شرايح وبقليهم في الزيت، طماطميتين متقطعين مكعبات صغيره، راس توم، فلفلايه خضراء متقطعه ترانشات ومقليه، حبتين فلفل حراق. ممكن طبعا الناس ما بتحبش الحراق الغي الفلفل الحراق ما فيش مشكله، بس اعملي نص حبايه فلفل رومي حمريها مع التوم زي ما انا هحمر الفلفل الحراق عشان ريحه الفلفل وطعمه بتدي طعم حلو حتى لو انت ما بتحبيش الشطه يعني. فنستعمل بدلها فلفل بارد، معلقتين بقدونس ومعلقتين كزبره خضراء، ثلاث معالق كبيره خل، ومعلقه صغننه كمون مطحون، ملح وفلفل وشطه حسب الرغبه. هاجي هعمل ايه، هرص الاول البتنجان بتاعي اللي انا قليته، طبعا بنحطه على كلينكس. طيب هل ينفع اعمله زي ما امبارح عملناه بالميه او اول امبارح، انا مش فاكره عملنا امتى المزاجه. بصي هو يفضل لا، بس لو انت بتتعبي بجد من التقليه ممكن تعمليها بالميه المغليه زي ما عملناها، بس تصفيه كويس جدا يعني يتحط في مصفه بعد كده يتصفى كويس قوي. انا بنزله بس عشان بيلزق في الكلينكس وبعد كده هرصه. ممكن تعملي حكايه المايه المغليه بس تصفيه كويس قوي، يعني تسيبيه مثلا نص ساعه ساعه الا ربع في مصفى سلك علشان ينزل المايه كلها اللي فيه، والزيت طبعا اللي فيه كله هينزل. فدي بتبقى طريقه كويسه علشان اعمله، لكن تصفيه من المايه وتحطيه في الطبق على طول زي ما عملنا الموزاكا لا مش هينفع، مش هيبقى طعمه حلو، فناخد بالنا من النقطه دي. اوكي، هحط عليه الفلفل الرومي اللي انا مشوحاه في الزيت محمراه، كده ونص الطماطم، نص الطماطم هحطها نية. نص كمية الطماطم، يعني حبة حبة طماطم كده وحبة طماطم. هاجي بقى اعمل ايه؟ احط الطاسة بتاعتي على النار، شوية زيت صغيرين على ما تسخن الطاسة. النهارده ان شاء الله هنتكلم الفرق بين الاواني، اللي هي الاواني اللي هي ايه؟ التيفال والستانلس والسيراميك، اللي هي الاواني دي، يعني الحلل والطاسات اشتريها ايه او استعملها ايه؟ وايه الصح وايه الغلط في استعمال كل حاجه، علشان في حاجات كتير انا شايفه ان في ناس كتير ما بتعرفهاش. احنا قلناها قبل كده مرتين بس ما يمنعش ان احنا نقولها تاني علشان في ناس كتير بيفوتها حلقات. يبتدي يسخن الزيت، هحط الفلفل الحراق. لو ما بتحبيش الشطه زي ما قلت لك افرومي مكعبات، حبايه فلفل رومي صغيره او نص حبايه كبيره وشوحيها في الزيت. يا سهام. الو الو، عز سهام صغنونه، ازيك حبيبي؟ عندك كام سنه؟ عندي 11 سنه. يا روحي ازيك حبيبه قلبي، عامله ايه؟ خلاص خدتي الاجازه ولا لسه؟
خدت الاجازه. شطوره انت، اكيد ابتدائيه. ابتدائيه. عملتي ايه في الامتحانات؟ الحمد لله. وعملتي ايه في الدراسات؟ كويس. طب شطوره. اوكي حبيبي، عينيا ليكي. كنت عايزه ايه؟ لا انا كنت بسلم عليكي بس. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب، وان شاء الله كده ابارك لك لما تنجحي باذن الله، او ما تطلع النتيجه كلميني قولي لي عشان ابارك لك. اوكي يا قمر. الدراسات بتاعت الابتدائيه جت صعبه بصراحه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط الثوم بعد ما الفلفل يتحمر. هي عايزه شويه تاني. شوية زيت كمان. ما بغمقش الثوم علشان ما يمررش، خدي بالك. اول ما ريحه التي تطلع اعصره الخل، يعني يبتدي يصفر الخل. بقيه الطماطم عشان مش عايزاها تتهري، هي تقليبه واحده على النار معاهم بس، انت يا دوبك تنزل ميتها على الخل. وهحط كمون، شطه، هحط بهاراتي كلها. مش هيفضل غير البقدونس والكزبره اللي بحطهم زي ما هم اهي. بس كده اهو بشيلها، وبحط التقليه دي على البتنجان بقى بتاعي، بيبقى فظيع بصراحه يعني، حلو جدا. معلش الحديد تقيل، ف تقيل على ايدي كده اهو. التوم بقى والخل والتقليه دي بتبقى فظيعه مع البتنجان. انا عارفه ان في ناس بتعمل التقليه دي نيه مع البتنجان، بس جربوها كده هتعجبكم قوي ان شاء الله. رشه بقدونس ورشه كزبره خضراء. شوفوا لسه جنبي بيقولوا بص انت بتفكر، انا سامع احمد وفوقش عمالين يتكلموا ورا الكاميرا اهو. بالظبط دماغهم واحده، لسه سامع نفس اللي انت بتقوله بالظبط. القلوب عند بعضها. ده البتنجان بالتقليه بتاعنا، جربوه هيعجبكم جدا. انا هروح لفاصل دلوقتي، نحاول بس نبعده عن ايديهم لغايه بعد الحلقه، وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، عملنا قبل الفاصل البتنجان المقلي بالتقليه. هنعمل دلوقتي فراخ بانيه بصوص الجريفي. لو انت عندك باودر اللي هو الجريفي، اللي يعني الجريفي مرقه بتبقى مكثفه تقيله، بس بيستضاف بيستعاض عنه زي بشاميل خفيف معاه توابل. خلاص احنا النهارده هنعمل الفراخ البانيه دي. انا مش هعملها بالبقسماط، هعملها بالدقيق. هوريكم الطريقه ازاي، يا سهله وبتبقى حلوه قوي. اجي اول حاجه اقول المقادير. هستعمل ثلاث حتت فراخ بانيه تخينه سنه، ما تبقاش رفيعه قوي يعني، ما تكونش دقاها، ما تدقيهاش، قطعيها كده وما تبقاش مدوقه. نص بصله مبشوره وملح وفلفل، معلقتين كبار خل، كوبايه دقيق، معلقه زعتر، معلقه بردقوش، وده اختياري بس بيدي طعم حلو جدا للبانيه، معلقه بهارات مشكله، طبعا دي كلها معالق صغيره اللي هي اصغر من معلقه الشاي، معلقه صغننه. بضايه، نص كوبايه حليب، رشه شطه، نص معلقه توم باودر. من تاني، ثلاث حتت فراخ بانيه ما تكونوش مدويين يعني، بحيث ما تبقاش رفيعه قوي. بصلتين، بنص بصله مبشوره، ملح وفلفل، معلقتين كبار خل، كوبايه دقيق، معلقه زعتر، معلقه بردقوش، معلقه بهارات مشكله، بضايه، نص كوبايه حليب. يعني خدوا بالكم ان في كوبايه حليب ثانيه في الصوص، دي نص كوبايه حليب، رشه شطه، نص معلقه توم باودر. اجي للجريفي او الصوص بتاعي، معلقه دقيق من اللي انا هتبله دلوقتي، هشيل منه معلقه، كوبايه حليب، ربع كوبايه موتزاريلا، ودي اختياري. يبقى الصوص بتاعي معلقه دقيق متبل، كوبايه حليب، ربع كوبايه موتزاريلا، وده اختياري. اول حاجه هاجي اعمل ايه؟ هاجي الفراخ بتاعتي تتبل، هتبلها
هحطها هنا. هتبلها بالبصله المبشوره، نص البصله والخل وملح وفلفل بس، ما بتبلهاش بحاجه تانيه. طبعا بتقعد ساعتين على الاقل في التتبيله دي. ادي الملح، بتبل الفراخ وبحطها في التتبيله دي نص ساعه على الاقل. خلينا لازم تديها كويس في الخل والبصل عشان تشرب التتبيله، خصوصا ان هي زي ما قلنا احنا مش دقينها فتخينه شويه. بصوا تخنها سمكها كده. اشيله لك خالص اهو خلاص، وبسيبها ساعتين. اجي بقى اعمل ايه؟ هجيب الدقيق بتاعي، بس عايزينه عايزه انشف الطبق، كوبايه الدقيق هخلط بيها التوابل بتاعتي كلها، الزعتر، بهارات المشكله والبردقوش، لو عايزه تحطي بابريكا او شطه اللي انت عايزاه، وبودره الثوم، بحيث يتبل الدقيق كويس قوي. هاجي هشيل من الدقيق اللي انا تبلته ده بعد ما اقلبه كويس جدا معلقه. يعني هجيب الصاصيره اللي هعمل فيها الصوص او الكاسرول، مملاش قوي لان انا مش عايزه الصوص يبقى تخين. خلاص يبقى اديني عملت الدقيق المتبل وتبلت الفراخ. هاجي بقى هعمل اللي هو الايج واش او البيض باللبن اللي هحطه فيه الفراخ الاول. يا ندى. الو. الو ازيك؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ وطي التلفزيون شويه يا حبيبتي. 11. احنا كل بقى ابتدائيه خلصوا وبيكلمونا، دي احلى حاجه. ها حبيبي ازيك يا ندى، عامله ايه؟ كويس الحمد لله. قولي بتساعدي مامي في المطبخ؟ شطوره، انا بحب البنوتات الشاطرين كده. انا كمان بحبك قوي حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. بعد رمضان ان شاء الله يمكن نعمل لكم حاجه حلوه وتشاركوا معانا فيها. عينيا ليكي. كنت عايزانا بحاجه؟ انا كنت بسلم عليكي. حبيبه قلبي ربنا يخليكي يا قمر، ومبروك مقدما ان شاء الله النجاح ان شاء الله. انا حطيت البيضايه مع نص كوبايه اللبن خلاص، وهبتدي بقى اعمل ايه؟ هحط الفراخ اللي انا متبلاها، زي ما قلنا هنتبلها ساعتين على الاقل. هاجي اشيل الفراخ احطها في البيض واللبن، بعدين في الدقيق. بعدين في البيض واللبن تاني. بعد كده في الدقيق تاني. يبقى مرتين. بيض ولبن بعد كده دقيق. هنجيب الطبق ده عشان نحطها فيه. هنجيب شوكة عشان اعرف اشتغل اسهل لي. بالشوكة هتقلبيها اسهل. اهي. كده اهو. طبعا انا عشان بشتغل بالجوانتي ده فمش مرتاحه قوي في الشغل. المفروض بقى ان احنا لا خليني اقلعه، مش عارفه. المفروض ان احنا بنخليها في الثلاجه مثلا نص ساعه بحيث الدقيق يمسك عليها. انا هشتغل بايدي. بصوا احسن طريقه ايد في البيض وفي البصل وايد في الدقيق عشان ما يعبيش عليها. كده اهو، وبتروحي شايلاها. تاني
هبتدي بقى اسخن الطاسه اللي انا هعمل فيها. بصوا انا هستعمل هنا ستانلس، احنا قلنا الستانلس وهنقول النهارده تاني سريع التوصيل للحراره. هحط فيه شويه زيت وهحط مع شويه الزيت زبده، بتدي الفراخ طعم فظيع. بسم الله عشان تسيح معايا، بس خدوا بالكم علشان ما تتحرقش منك. فانا ايه، احنا قلنا الستانلس ده سريع توصيل الحراره، فانا سخنته هبعده عن النار شويه اهي، هو هيسيح بالحراره عشان ما تتحرقش الزبده، وعلشان انا مركزه هنا مع الفراخ فمش هركز مع الزيت فممكن تتحرق مني، فعشان كده انا بعدتها. هذه الثانية وآخر واحدة. يبقى أنا بحطها في البيض واللبن، بعد كده في الدقيق، بعد كده في البيض واللبن تاني وفي الدقيق تاني علشان أعمل طبقة حلوة ومقرمشة فوقيها. ابتدت بصوا الزبدة ساحت اهي، هاجي بسم الله الرحمن الرحيم واخر واحدة. اهي غلبتها بالدقيق هنحمر بقى الفراخ، واحنا بنحمرها هنعمل الصوص بتاعها. انا بقدمها الفراخ دي مع بطاطس بيوريه وعليها صوص الجريفي. خدي بالك ما تعليش النار، النار لازم تبقى وسط لسببين، اولا علشان الفراخ تستوي لانها ممكن ما تستويش من جوه كويس، تاني سبب علشان الحرف بتاع الفراخ ما ينشفش، ساعات بيبقى مقدد كده وناشف، فده معناه ان النار عاليه، فالنار ما تعليهاش، خليها ميديم علشان تطلع الفرخه مستويه وفي نفس الوقت ما تبقاش الحرف بتاعها محروق. هاجي بقى اعمل الصوص بتاعي، انا عايزه بس اجيب الكلاب. ما خلوش بس يلزق علشان ايه، اهو النار وسط. اوكي هاجي بقى هحط شويه زيت صغننين على معلقه الدقيق، فاكرين اللي انا شلتها من الدقيق اللي هو الدقيق المتبل، معلقه دقيق مش مليانه قوي يعني ما تمليهاش على الاخر، ما تبقاش معلقه كيب كده اللي هي مليانه قوي لا، وفي شوية زيت صغيرين أحاول أحمصه إذا كاني بعمل بشاميل. الدقيق بيديني طبعا مقرمشة أكتر بقصمه، ممكن لو تحبي ممكن أخلط الدقيق ده بحاجات كتير. أول حاجة أنا ممكن أخلطه ببقصمات، ممكن أخلطه بالكراكز اللي هو البسكوت المالح، اطحن البسكوت المالح واخلطه بيه برده بيدي طعم حلو قوي. ممكن اخلطه مثلا لو انا عندي باتون سالي فاضل اروح طحناه واخلطه بيه بيدي طعم حلو، يعني اي حاجه فاضله عندك، عندي شويه باتون سالي ادمو مش هستعملهم، عندي قراقيش ناشفه نشفت ما مش هستعملها اللي فيها الشمر واليانسون، ده كله بيتطحن وبيتحط مع البقسماط او مع الدقيق اغلف بيه البانيه، هيديني طعم حلو جدا ومش حرمي اللي عندي، لان لما بتنشف الحاجات دي ما بتعرفيش تاكليها خلاص ادمت. فانا بعمل ايه، بطحنها واحطها في برطمان ولما اجي اعمل بانيه اروح مطلعاها وخلطها بيه. يلا بينا. ماشي ماشي. لا دلوقتي حمصت الدقيق هحط اللبن. بسم الله. لا احنا ممكن نروح فاصل على ما الصوص يغلي. بصوا هتلاقوا ان الجريفي فيه التوابل، تجيبها لنا بس يا محمد، لان انا الدقيق عندي متبل. بصوا اهو اللي مع الدقيق فيه اللي هو الاوريجانو بقى وبودره الثوم، كل التوابل اللي انا
خلطها بالدقيق اللي انا مغلفه بيه الفراخ، انا استعملت معلقه الدقيق منه. انا عايزه الصوص ده خفيف، مش بشاميل تقيل، لا انا عايزاه صوص خفيف. نقلب الفراخ ونروح فاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي ادي الفرخه، هقلب الثانيه. زي ما قلت الحراره ما تبقاش عاليه علشان توزيع اللون يكون صح. دي اخر واحده حطيناها فعشان كده هي فاتحه سنه، مش مشكله. هنطلع فاصل يا محمد ولا يهمك، نطلع فاصل. زي ما قلنا احنا هنقدم الفراخ دي جنب بطاطس بيوريه. هطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوني. رجعنا من جديد. عملنا الصوص. بصي الصوص تخنه ازاي، سمكه ازاي، زي البشاميل الخفيف. هاجي اعمل ايه؟ هروح حاطه الموتزاريلا فيه وهو سخن. عشان تسيح فيه. ونحط شويه ملح عشان احنا نسينا نحط ملح. كده فتلاقوا لونه حتى اغمق من اللون العادي علشان التوابل اللي فيه، التوابل والشطه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبروح حتى كده وشويه من الجريفي ده على البطاطس البيوري. بس كده اهو، وده بيبقى زياده للي عايز. دي الفراخ بانيه بالجريفي، فظيعه، بتتقدم في المحلات باسعار خرافيه زي ما انتم عايزين. احنا عملناها النهارده علشان نسهل عليكم الامور، خصوصا رمضان جاي كل سنه وانتم طيبين. في حاجه عايزه اقولها، انا ممكن اتبل الفراخ دي واعملها بالدقيق واحطها بقى بعد ما احطها في الثلاجه نص ساعه دي يمسك عليها، لا ده انا احطها في الفريزر. بس احطها في الفريزر ازاي؟ ما احطهاش كلها في بعضها، والا الدقيق اللي عليها هيلزق كله في بعضه. هحطها زي ما اتفقنا قبل كده مع الكفته مع الكبيبه، صينيه مفروده، ارص عليها الفراخ اللي هي بالدقيق خلاص تبلتها وحطيت عليها التغليفه بتاعتها وادخلها الفريزر، هتجمد بالتغليفه بتاعتها. هروح شايلها وحطها بالراحه فوق بعضها واحطها في كيس في الفريزر، او ان انا احطها في علبه بلاستيك او صينيه بينها ورقات نايلون بلاستيك. اجيب كيس الساندوتشات واروح قصاه وفرداه وطبقات من الفراخ والنايلون بينها. بس الاسهل ان انا اجمدها الاول واحطها في كيس في الفريزر، لان العلب بتاخد مكان كبير جدا في الفريزر. خلاص هنيجي بقى نتكلم دلوقتي. انا هحطه لك بالمتشقلب متهيألي احسن كده. هنيجي نتكلم عن انواع الاواني المستخدمه. اول حاجه هنتكلم عليها الالومنيوم. معدن رخيص قديم جدا، اكتشفوه من زمان. موصل جيد للحراره، بيوزع الحراره كويس جدا، علشان كده ناس كتير قوي تستعمله. بس في عيوب ومشاكل اكتشفوها. اول حاجه ايه؟ الالومنيوم في فجوات هوائيه، يعني الخامه نفسها لما بتتحط على نار عاليه وبتسخن بتوسع المسام بتاعته، بيعمل فتحات صغيره، طبعا مش فتحه قد كده، ما بتشوفيهاش بالعين المجرده. الفتحات دي بتملى اكل، بيدخل الاكل فيها. خلاص اجي بعد كده ابعده عن النار واجي اغسله، بتتكمش تاني، ما بتتمدد بالحراره وبتنكمش لما ترجع الحراره العاديه، بتقفل على بواقي الاكل اللي دخلت فيها. اجي استعمله تاني اطبخ بيه، بتتمدد تاني، يحصل ايه؟ يطلع لي بواقي الاكل اللي من المره اللي فاتت مخلوطه بودره الالومنيوم. يبقى الضرر مضاعف، انا خدت ضرر الالومنيوم واخدت ضرر بواقي الاكل اللي بقى لها الله اعلم بقى قد ايه، اسبوع 10 ايام وات ايفر هي جوه ايه. فدي مشكله الالومنيوم. عشان كده تلاقوه بصوا في اسود، النقر السوداء دي هي الدليل على كلامي. مش عارفه الكاميرا جايباها ولا مش او باينه عشان الريفلكشن بتاع الاضاءه عاكس. المهم النقط السوداء دي اي حد بيستعمل الومنيوم هيعرف انه بيعمل بينقر اسود. النقر السوداء دي ده دليل على صحه كلامي ان هو الفجوات الهوائيه اللي فيه بتاخد الاكل وبتطلع، فبتسيب في الاخر اثر زي النقر.
الالومنيوم مشكلته انه زي اي ميه عدن تاني بيترسب على العظم، فبيخلي العظم ما يمتصش الكالسيوم، فبيعمل هشاشه، هشاشه عظم. كتر استعمال الالومنيوم بيعمل هشاشه عظم. وحاجه تانيه بيترسب على مركز الذاكره في المخ، فبيعمل الزهايمر. خلاص، يبقى بيعمل لي هشاشه، بيعمل لي الزهايمر. دي مشاكل الالومنيوم. الالومنيوم في درجه الحراره العاديه معدن خامل لا يتفاعل. يعني انا دلوقتي حطيت اكل فيه من غير حراره، حطيت ساندوتش، حطيت عيش، حطيت اي حاجه، مش هيتفاعل. هو خامل ما بيتفاعلش في درجه الحراره العاديه. هو بيتفاعل بحالتين، يا اما حراره عاليه يعني حطيته في الفرن، حطيته على النار، او باحماض. يعني انا احط فيه مثلا البتنجان ده، اجي احط البتنجان بقى ده بالخل والبلح والطماطم احطها فيه، هيتفاعل معاه. يبقى الاحماض والاملاح او الحراره بتخلي الالومنيوم يتفاعل مع الاكل. خلاص، مش هقول ارمي اللي عندك، طبعا صعب ان الناس ترمي كل اللي عندها، بس حاولي تقللي منه. في الومنيوم جديد مجلفن اهو، ده الومنيوم مجلفن مطلي بطبقه عازله تمنع مدار الالومنيوم. ده الومنيوم مجلفن، ده ممكن استعمله عادي، اغلى طبعا من الالومنيوم العادي، بس توصيله للحراره رائع. الناس اللي ما بتحبش تخبز غير في الومنيوم، ده توصيله للحراره ممتاز، وفي نفس الوقت منع عني اي مدار للالومنيوم العادي. خلاص، دي اول حاجه. تاني حاجه، تيفال عباره عن الومنيوم مطلي بماده تفلون. التفلون دي ماده بتروليه. خلاص، الماده دي شرهه جدا للدهون، يعني بينزل منها جزيئات صغننه قوي، مش بكميه كبيره عشان اكون اونست معاكم، كميه قليله مع الاكل، فالمعده بتقدرش تهضمها، لان يعني دي ماده بتروليه، هتتهضم ازاي؟ فممكن تعمل لناس على اللونج ران مشاكل في الجهاز الهضمي. التفال بيتفاعل بالاحماض لو انا بيتها فيه كتير، يعني لو انا حطيت طبيخ فيه صلصه بيته في الثلاجه بالتفال، غلط، هيتفاعل معاه، ملوش لازمه. يبقى ما بيتش الطبيخ لا في الومنيوم ولا تيفال، ما حطوش فتره طويله في التلاجة أو برة التلاجة في حاجة ممكن تتفاعل. أحطه في إيه؟ أحطه في إزازة، أحطه في سيراميك، أحطه في ستينلس، أحطه في بلاستيك اللي هو زي ما قلنا اللي هو رقم 5، إحنا اتكلمنا قبل كده عن بلاستيك كتير، لكن ما بيتش أبدا الأكل يا تيفال. خصوصا يعني ممكن أبيت رز، لكن ما بيتش طبيخ، ما بيتش حاجة فيها صلصة. أوكي، التيفال كمان في مشكلة إن هو لو انا نسيته مثلا او اتساب على النار فتره فيه زيت قليل او من غير زيت مثلا، تلاقيه طلع ابخره مش كويسه واتفصلت طبقه التفلون عن الاناء نفسه، فاخد بالي ان انا ما انساهوش على النار. خلاص، بس هو في وهو جديد ممتاز، ما بيلزقش. الناس اللي لسه بتتعلم طبخ، الرز فيه بيبقى سلس جدا، توزيعه للحراره كويس، ان هو اصلا الومنيوم يعني من جوه الومنيوم. ده التيفال. اجي بقى لايه تاني؟ نيجي للستانلس. من افضل الحاجات اللي ممكن اطبخ فيها لانه بيعيش، يعني انت بتشتريها وبتنسيها. صلب وبيعيش كتير جدا الستانلس، ما بيتفاعلش بتاتا ما عدا الانواع الرخيصه منه. انا بتكلم على نوع ستانلس جيد ما بيتفاعلش، لكن في انواع، يعني بصوا الطاسه دي من جوازي، الطاسه دي عندي من جوازي اهي، ما شاء الله زي الفل، يعني بقى لها عمر. ميزتها ايه؟ بصوا ورا طبقه سميكه. لا انا اللي جايبها مش دكتور ماجد، الراجل ما بيجيبش الحاجات دي. ماشي، هطنشها دي، حامل نفسي مش سامع. بص يا ستي، الستانلس ستيل ده الوصف بتاعه يعني معدن لا يصدأ. هو عباره عن خليط من نيكل، كروم، معادن كتير جدا، خليط مع بعضه بيطلع لي سميكه بيعملوها حله. مشكلته ان هو مش هقول لك جيد التوصيل الحراره، لا، بس توزيع الحراره فيه ساعات كتير ما بقاش متساوي، عشان كده ساعات كتير الرز بيتلسع فيه. هقول لك تتلافي كده ازاي. انا اللي عايزه اقوله قبل ما انسى ان لازم تبقى الطبقه سميكه بتاعه الستانلس، القعده لما تكون بتاعته سميكه، القعده دبل، ده بيخليه، بصوا القعده دبل، القعده دي بتخليه يوزع الحراره صح، بتخلي توزيع الحراره فيه متساوي،
اقدر اعمل فيه اي حاجه في توزيع الحراره متساوي. طيب انا لو عايز اعمل فيه حاجه ما تلسعش، انا لو بحمر فيه بصله لو النار عاليه وما بقلبش كتير هتلسع مني، حراره وسط دي اول حاجه عشان حاجه ما تلسعش مني. الرز اطفي على الرز 5 دقايق قبل ما يكمل سواه، هو خلاص شرب الميه بتاعته وطيت عليه، قبل ما يفتح قوي اروح طافي عليه وسايباه مقفول، هيستوي معاكي زي الفل ومش هيلزق ولا هيبقى فيه اي مشكله. خلاص يبقى الستانلس ستيل من الحاجات اللي هي ممكن ابيت الاكل فيه، ممكن اتعامل معاه عادي جدا. خدي بالك ان انواع الرخيصه منه هتلاقيها بتسود، هتلاقيها بتحرق الاكل انها خفيفه، بتلاقي الحاجه خفيفه، انا ما عنديش حاجه للاسف منها، بس بيبقى الستانلس خفيف جدا، بيبقى اسود من جوه، تحس ان هو يعني لو انت عملتي حتى فيه كب كيك في الفرن بيتحرق، فده معناه ان هو مش كويس، ما تستعملوش، ان ده بقى توصيله للحراره، مش بس توصيل حراره، ده بيتفاعل مع الاكل عشان كده بيسود. الحاجه اللي بتسود بمرور الوقت ولونها بيتغير ده معناه انها بتتفاعل مع الاكل. خلاص يبقى الستانلس ممتاز حلو، ما تكتريش منه، لو انا بنتي عروسه مثلا هشتري لها، مش هشتري لها الحله كلها طبعا ستانلس، بس هجيب لها منه صواني الستانلس، بتبقى عمليه جدا في الفرن، برضو بتعيش عمر، يعني بتعيش ما بتدوبش، بنبلي احنا وهي لسه عايشه. فالستانلس من الحاجات المهمه، نوع كويس، بدل ما تشتري 7 8 حاجات اشتري 3 حاجات غاليين نوعهم كويس هيعيشوا مع العمر كله، لكن لو جبت الحاجه الرخيصه بتبوظ وبتترمي ولا ليها اي فايده. خلاص الحديد، الحديد فيه مميزات كتير قوي، تبقى الحاجه تقيله كده وعليها القيمه. الحديد زي اي معدن هينزل مع الاكل، يعني بيتفاعل مع الاكل، بس هينزل هيديني قيمه غذائيه، يعني هيديني حديد، ناس عندها انيميا هيديني حديد. مشكلته ان هو ممكن يصدي، فلازم بعد ما استعمله اغسله وما اعملش سلك، والمنظفات الكتير مش كويسه علشانه، فيا اما اغسله بصابون لطيف، صابون سائل نوع خفيف، وانشفه كويس جدا. في ناس زمان، اهالينا زمان كانوا بيعملوا ايه؟ بعد ما ينشفوه ويركنوه للاستعمال بعديه، لو انا ما بستعملوش كتير ادهنه بطبقه زيت، نقطه زيت كده بكلينكس او قطنه ادهنها بيه للاستعمال اللي بعديها، ده هيحافظ على الحديد ان هو يحصل له اي حاجه. بس خدوا بالكم من ناحيه، الناس المدخنين، الناس اللي بتشرب سجاير كتير بيبقى عندها الهيموجلوبين عالي جدا، دي مش حاجه حلوه، ابدا مش حاجه حلوه. خدي بالك إن وفي ناس عندها الهيموجلوبين عالي من غير تدخين، طبيعتهم كده. الناس دي ما ينفعش انها تاكل في حديد خالص، لان ده بيعمل مشاكل. دلوقتي الحديد بقى مطلوب مطلي بطبقه من الكروم من جوه عشان ما يلزقش، فده برده حاجه كويسه. الناس اللي عندها حديد عالي، انا عارفه اولادي لو عندهم اي مشكله، الناس اللي جوازتها بتدخن كتير برده تاخد بالها من النقطه دي، لان التدخين بيرفع الهيموجلوبين بيبقى عالي، فغلط ان انا استعمل حديد لانه هينزل في الاكل. البايركس، ادي البايركس وادي البورسلين. طبعا الازاز، كل انواع الازاز ما بتتفاعلش مع الاكل برضو لو نوع جيد، انا ما بخوفكوش، انا بقول لكم الواقع علشان تاخدوا بالكم. مشكله البايركس او الازاز انه بيتخبط ممكن يتكسر، فلازم احافظ عليه من الخبط. تاني حاجه بقى، لو هو نوع رخيص، النوع الرخيص بيحتاج درجة حرارة عالية جدا علشان يستوي الأكل جواه، فده بيدمر لي القيمة الغذائية بتاعة الأكل، سواء ده أو ده، أنا بتكلم على الاتنين، بايركس أو بورسلين، الاتنين زي بعض. يبقى النوع الرخيص بيحتاج درجة حرارة عالية، بيتكسر بسهولة، سهل جدا كسره. في كل الأحوال البايركس والبورسلين ما بيتحطش على البوتاجاز من فوق، ما يجيش أروح طبخها فيه حطها على البوتاجاز، لأ، في نوع مخصوص يتحط على البوتاجاز من فوق اسمه بايروفلام او الفيزون، ده بيبقى نوع مخصوص من البايركس ممكن احطه على عين البوتاجاز، لكن البايركس العادي سواء غالي رخيص واتيفر هو ايه، ما بيتحطش على النار، هيطق منك هيتكسر. خلاص هو يستعمل بس في الفرن، الحاجه تغليها تحطيها فيه، تحطيها في الفرن، ما تحطهاش بارده لان بارده هيقعد وقت طويل جدا في الفرن علشان يسخن. حاجه ثانيه، البايركس اغلبه 90% منه ما بيتحملش فرق درجات الحراره العالي، يعني ايه؟ يعني ما يبقاش الحاجه سخنه اروح احطها في الفريزر، او اطلعها من الفريزر، او يبقى سائع اروح حتى مثلا اطلع حاجه من الفريزر او من الثلاجه، انا عامله اكل فيه من الثلاجه واجيب صوص سخن اروح حاطاه عليه، هيطق، فرق درجه الحراره العالي بيطققه.
حاجه تانية بقى في البايركس الرخيص بيبقى فيه عباره عن رمل زجاجي ورصاص. رصاص بيبقى فيه كميه رهيبه من الرصاص. الرصاص ده بيدوب في الميه، يعني هيدوب لي في الاكل هيعمل ايه؟ هيعمل فشل كلوي وهيعمل تخلف عقلي بسيط للاطفال. اوكي، ناخد بالنا. البايركس الرخيص الرخيص هتلاقوا لونه معكر، هتلاقوه غامق، انواع رخيصه، بيبقى فيه رصاص، كميه عاليه جدا من الرصاص. اخد بالي من الحكايه دي لان ده بيعمل غباء للاطفال، نوع من التخلف العقلي البسيط للاطفال. بالظبط، هو الدنيا مش ناقصه، يعني في حاجات كتير جدا، كفايه التلوث والعادم اللي عندنا، ان انا لان انا الرصاص بيجي لي اصلا من الهواء، من العوادم اللي احنا عندنا، فمش مستحمله ان انا اديها لهم في الاكل كمان. الرصاص بيدوب في الميه خصوصا لما بتسخن، فخدي بالك برده من النقطه دي. خلاص، في فاصل، لسه عندنا فاصل، لسه في حاجات ما وصلنالهاش. انا مش بخوفكم يا جماعه والله، انا بس بقول كل حاجه اللي ليها واللي عليها، وفي الاخر هنقول نختار ايه. هنطلع لفاصل دلوقتي، نرجع بعد الفاصل نكمل بقيه الحاجات. استنونا. رجعنا من جديد، عايزين نلحق بس نكمل بسرعه عشان نلحق بقيه الحاجات. في حاجه اسمها سيراميك جديده، ده خامه طبيعيه، يعني زي التيفال ما بيلزقش كده اهو، زي التيفال ما بيلزقش، بس ده تفلون، ده تفلون وده سيراميك. الفرق ايه؟ ان دي خامه طبيعيه، خامه طبيعيه مش ماده بتروليه. بس في مشكلتين. اول مشكله ان هو لازم يبقى على نار هاديه، ما ينفعش اعلي النار عليه قوي، هيطقطق مني، دي مشكلته. وهو زي التيفال برضو بيتخدش، لازم معلق بلاستيك، معلق سيليكون، معلق خشب عشان ما يتخدش، لان السيراميك لما بيتخدش بيبقى تحتيه برضو الومنيوم. السيراميك لو مش بوتاجاز كهرباء لازم اوطي النار، يعني انا على بوتاجاز الكهرباء ممكن استعمل السيراميك، ما فيش مشكله خالص معايا، مش هيطقطق. لكن لو بوتاجاز نار، اللي هو النار العاديه بقى، ده لازم اخد بالي النار ما تبقاش عاليه. انت هتلاحظي لو النار عاليه حتى وانت بتحمري بصله في الاول بيطقطق، فبالتالي بيلزق وبيعمل خطوط، خصوصا السيراميك الابيض، في منه ابيض هتلاقيه عمل اسود كده وخطوط سوداء اهي، ادي سيراميك ابيض، بصوا عمل كده، بيبوظ على طول من الحراره العاليه، مع ان احنا ايه؟ ده احنا بوتاجاز كهرباء، يعني احنا بوتاجاز كهرباء وباظ من الحراره العاليه مع كتر الاستعمال. دي مشكله السيراميك، لو هتحافظي عليه هو خامه ممتازه. طب استعمل ايه؟ في بقى حاجه اسمها الجرانيت. الجرانيت برضو ماده طبيعيه، ميزتها بقى ان هي بتستحمل حراره عاليه، ما زي ما بتشوفوني بطبخ بيه عادي جدا، ما بيلزقش زي التيفال ما بيلزقش، بس ماده طبيعيه لا تخدش. بس ما اجيبش بقى سلك مواعين واقعد ادعك واقول ما باخدش. اخد بالي بس من حاجه في السيراميك وفي الجرانيت، ما يكونش فيه رصاص، يكون مكتوب عليه خالي من الرصاص، لازم لازم اشتريه خالي من الرصاص. الجرانيت هو افضل حاجه. بصوا انا هتكلم تاني الجمعه الجايه عشان في حاجات ما لحقتش اكملها، هتكلم تاني عن الجرانيت وعن السيراميك وعن الفخار بقى والمينا، في حاجات كتير لسه ما لحقناش نتكلم عليها الاسبوع ده، بس ما كانش ينفع ان انا اطلع ما اطبخش حاجه عشان اتكلم في الموضوع ده. الجمعه الجايه هكمل معاكم بقيه الحاجات عشان نعرف احنا ممكن نشتري ايه ونعمل ايه. احنا النهارده عملنا بتنجان مقلي بالتقليه، وعملنا فراخ بصوص الجريفي مع بطاطس بيوريه، حلوين قوي، جربوه. في وقت يا محمد اقول المقادير؟ ماشي ماشي، مش هنقول حاجه. المقادير كلها هتلاقوها على صفحه الفيسبوك، سواء صفحه الحياه او الصفحه بتاعتي انا، هتلاقوها كل المقادير، والحلقه بتنزل على طول بعدها ان شاء الله. يا رب يكون حلقه النهارده عجبتكم، وعد ان شاء الله الجمعه الجايه باذن واحد احد نكمل بقيه الموضوع ده، ونشوفكم على خير.